السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليازي الحمادي من إدارة الإرشاد وجودة الحياة في وزارة التربية والتعليم. نتري شوي قبل ما نبدأ. طبعاً الحين نحن في ثاني ورشة للمعسكر الصيفي الافتراضي. أتمنى أنكم استمتعتوا في الورشة الأولى. طبعاً أنا حضرتها وكانت جداً ممتعة. فبس بنغير، خدتوا شوي عن الرياضة، الحين بننتقل لورشة عن التكنولوجيا، عن البرامج الجديدة اللي ممكن تفيدكم في عروضكم ومشاريعكم القادمة إن شاء الله. فنتري بس شوي لحد ما الكل يدخل، لأن في خطوات لازم الكل يسويها معي في البداية. طبعاً لحد ما الكل يدخل، الحين العدد زاد، أبغى أكلمكم عن هذا البرنامج. البرنامج هو أني ميكر، في كثير خواص لهذا البرنامج، لكن اليوم نحن بنركز على خاصية واحدة اللي هي كيف أنا ممكن أسوي عرض تقديمي يكون جذاب وممتع، وخصوصاً باستخدام شخصيات كرتونية منوعة. فممكن أنا أسوي عرض تقديمي وممكن أسوي فيديو. طبعاً في البداية عندي هني سؤال، هل تريد صنع عرض تقديمي مثل هذا؟ أنا بعرض عليكم فيديوهين نحن سويناه في الإدارة بالتعاون مع هذا البرنامج، يعني اللي هو باستخدام برنامج الأنيميكر. بعد ما أنا أعرض عليكم الفيديو، أباكم أنتم تفكرون وتكتبون لنا في الشات شو ممكن أو كيف بتستفيدون من هذا البرنامج في عروضكم ومشاريعكم، شو الأفكار اللي بتجيكم؟ شاركونا أفكاركم على أساس ممكن تفيدون باقي الطلبة. فالحين أنا بعرض لكم أول فيديو. هذا الفيديو الأول كان فيديو بسيط، فيه كثير من الأشياء اللي استخدمناها على أساس أن احنا نخلي الشخصية تتحرك تتكلم وكل هذه الأمور نشرحها بعدين. هذا الفيديو الثاني فيه هل في صوت في الفيديو؟ هل العرض ظاهر حاليا أستاذة أمل؟ العرض ظاهر؟ الفيديو الحين ظاهر شاشة الفيديو؟ غير ظاهر، بس إذا ممكن تعملين شير للملف مرة أخرى. أوكي، هذا الفيديو الأول. I advise you also visit the counselor when you face bullying situation. هذا الفيديو الأول. بالنسبة للفيديو الثاني. مرحبا أصدقائي، اليوم بخبركم عن قصتي أنا ومحمد لما كنا رايحين البحر. كنا أنا ومحمد نمشي على البحر والجو كان حلو، لحد ما صار شيء ما كنا نتوقعه. كان في ولد يلعب بالعصاية
وتعمد انه يعيق علينا العصاه. حافظت على هدوء اعصابي وقلت لازم اكلم الولد عساس يعتذر منه، لكن صديق محمد كان وايد معصب وقال بضربه. وقرر محمد انه يعيق الحصاه على الولد، بس ما كنت متوقع ابدا انه راح يسويها، وللاسف عق الحصاه عليه. مثل ما تشوفون تعرض الولد لاصابات خطيره، ومحمد الحين خايف عشان اللي سواه ممكن يتعاقب عليه. حابة اعرف رايكم الحين، في وجهة نظركم منو اللي تصرفه كان صح، تصرفي انا خالد ولا تصرف محمد؟ طبعا هذه فقط امثلة حبيت اني اراويكم اياها بخصوص شو ممكن احنا نسوي باستخدام الاني ميكر. هل في حد فيكم وضع، استاذة امل اذا تساعدينا، في حد وضع تعليقات بخصوص شو ممكن نسوي لو استخدمنا البرنامج الاني ميكر؟ خلنا نشوف ابداعاتكم. زين، لحد ما توصلنا التعليقات منكم خلونا ننتقل كيف نحن نصنع مثل هذا العرض التقديمي أو مثل هذه الفيديوهات. أول شيء أباكم كلكم تدخلون محرك البحث وفي جوجل وتكتبون أني ميكر مثل ما هو ظاهر لكم على الشاشة. طبعا أباكم كلكم تتبعون هاي الخطوات وأبى أشوف إبداعاتكم، بعدين بنسوي على هذه الإبداعات ببلش على صفحة بنشوفها نحن كوزارة بإذن الله ونشوف إبداعاتكم الحلوة. فأول شيء أباكم تدخلون وتكتبون في جوجل أني ميكر، هذه أول خطوة. اللي حاب يستخدم جهازين بحيث إنه في جهاز واحد يتابع الخطوات معانا وفي جهاز ثاني يسوي لنا الفيديو أو العرض المبدع، بعد على راحتكم. بعد ما تكتبون الأني ميكر بيطلع لكم في جوجل خيارات عدة، أنتم تختارون هذا الخيار مثل ما هو ظاهر لكم. طبعا هني عندكم اللي هو الساين اب، لازم يكون لكم عندكم حساب خاص في البرنامج على اساس انتم تقدرون تستخدمون هذه الخواص اللي في البرنامج. فلما تضغطون على الساين اب بتطلع لكم هذه المعلومات اللي المفروض انتم تعبونها. اول معلومه هي اللي هي اليوزر نيم، يوزر نيم اي اسم تقدرون تحطون، اسمكم مثلا اليازية، مريم، اي اسم اي شيء. الايميل ادرس اللي هو الايميل فعال عندكم، والباسورد اختاروا باسورد سهل على اساس انه ما تنسونه، او اذا تبون للسيفتي اكثر تختارون باسورد يكون معقد شوي على اساس انه تضمنوا ما حد يدخل باكونتكم ويشوف شغلكم او ياخذه. هني طبعا بتحطون على بتحطون هني تك على هذا البوكس، لازم تضغطون هني على اساس ان شو انكم موافقين على القواعد العامه للبرنامج. بعطيكم شوي وقت لحد ما تعبون هاي المعلومات، وبعد ما تعبونها تضغطون ساين اب. اذا عندكم اي تعليق او اي معلومات حابين تخبرون اياها او استفسار تقدرون تكتبون على في الاسئله، وبتوافين ان شاء الله استاذه امل بالاسئله. نشوف الحين طبعا بس ثواني. طبعا حابة أرد السريع على الخطوات لأن ممكن في ناس دخلوا بعدين. أول خطوة ندخل محرك البحث جوجل ونكتب أني ميكر،
صوتي واضح تمام؟ أوكي، بعد ما نكتب أنيميكر في جوجل ندخل أول خيار مثل ما قلنا. بعد ما ندخل أول خيار تطلع لنا هذه الشاشة، نستخدم الساين أب أو نضغط على الساين أب اللي باللون البرتقالي فوق. بعد ما نضغط هني تطلع لنا هذه الشاشة، معلومات بسيطة جدا نعبيها أساس أن يكون عندنا حساب في هذا البرنامج. يوزر نيم، إذا حطيتوا اسمكم وما استوى جربوا مثلا اكتبوا اسم ثاني أو ضيفوا رقم، ممكن حد ثاني يكون عنده نفس اليوزر نيم. تحطون إيميل أدرس فعال تستخدمونه وتقدرون تدخلون عليه، والباسورد اللي أي باسورد أنتم حابين، وبعدين تضغطون هني على I agree وبعدين sign up. بعد هذه الخطوات بيوصلكم على بريدكم الإلكتروني رسالة لتفعيل حسابكم، وبيطلع لكم أصلا في الشاشة بعد التسجيل أن بتوصلكم رسالة تفعيل على حسابكم على البريد الإلكتروني. فالحين بعد ما عبينا هذه المعلومات شو الخطوة الثانية؟ ندخل الإيميل اللي أنتم سجلتوا فيه، نفس الإيميل تدخلون عليه. لما بتدخلون على الإيميل، طبعاً بعطيكم وقت لحد ما تدخلون على الإيميل، بس براويكم الإيميل اللي بيطلع لكم شكل الإيميل كذي بيكون. تضغطون بكل بساطة على الأكتيفيت أكاونت. فالحين أعطيكم دقيقة على أساس أنكم تخلصون هاي الخطوات لأنها جداً مهمة على أساس أنكم تستفيدون. طبعا لا تنسون تدخلون على البريد الالكتروني نفسه اللي سجلتوا فيه في البرنامج، وتدخلون على الايميل اللي وصلكم من info@animaker.com، ولما تدخلون تضغطون على وين مكتوب اكتيفيت اكاونت تضغطون عليه. طبعا بعد ما تضغطون على اكتيفيت اكاونت بتطلع لكم هذه الشاشه. هل الجميع خلص الخطوات؟ هل تحتاجون وقت أكثر؟ إذا ممكن أعرف تعليقاتكم على أساس أن نحن نمشي في الخطوات الثانية. أستاذة أمل، هل الوقت كافي؟ عطوك تعليقات الطلبة ولا محتاجين وقت أكثر؟ لا، الوقت ممتاز. انزين، بعد ما تضغطون الاكتيفيت اكاونت بتطلع لكم هذه الشاشه، اساس تفهمون هم شو المقصود هني. هني هم يبونكم اذا انتم حابين انكم تشتغلون كتيم كفريق، يعني انت وزميلاتك او انت وزملائك عندكم مشروع مشترك. ونصادف وايد هالشيء في المدرسه، ان عندنا مشاريع تكون مشتركه مع غيرنا. فبدل ما أنا شخص واحد أشتغل عليه في البيت مثلاً أو سواء في المدرسة أو أي مكان، يقدرون زملائي يدخلون على نفس العرض اللي أنا قاعد أشتغل عليه ويضيفون ويعدلون عليه. هذه الخاصية جداً جميلة وجداً مفيدة. فتقدرون تسمون هذا التيم اللي مثلاً اسم البروجكت أو اسمكم، وبعد ما تسمون اسم البروجكت تضغطون انتر، بيطلع لكم إيميلات الأشخاص اللي بيكونوا معاكم في الجروب هذا. طبعا هاي الخاصيه مش للحين نحن بنستخدمها، هذه بس تفيدكم للمستقبل لما بتشتغلون على عروض مشتركه. فطبعا اذا هذا الشيء اكتبوا اي شيء الحين وكرييت، لانه ما في هني سكيب. فتكتبون اي شيء، بعدين هني لما تطلع لكم الايميلات تقدرون تضغطون سكيب. ولكن في المستقبل هذه الخاصيه جدا حلوه وجدا بتفيدكم أساس أنكم تسوون بروجكت مع أصدقائكم أو زملائكم، وتقدرون في نفس الوقت تدخلون وتعدلون. طبعاً بعد ما تضغطون سكيب بتطلع لكم هذه الشاشة. شو معناته؟ هني يقولون لكم أنتم في شو بتستخدمون هذا البرنامج. فأنتم بتختارون الإديوكيشن وورك كتعليم، شيء للتعليم. بعد ما تستخدمون الإديوكيشن وورك هني عندكم يسألونكم هل أنتوا administrator or student or teacher، فأنتوا بتختارون student وبعدين بتضغطون done. طبعا
طبعاً بعدين بيطلع لكم سؤال آخر اللي هو How do you want to work؟ هل بتشتغلون، هل تبون هذا الأكاونت أساس أن تشتغلونه مع نفسكم ولا كلاس وورك؟ تقدرون تختارون كلاس وورك أساس في المستقبل تستفيدون من هذا الأكاونت، لكن الحلو أنكم تقدرون تستخدمونه أيضاً كإنديفيدوال، يعني مو مشكلة لو اخترتوا ثاني خيار وتسويتوا لكم فيديوهات ما حد يقدر يشوفها. طبعا بيطلع لكم مسج ثانك يو فور يور تايم، تضغطون دن، وهني بيكون عندكم حساب رسمي في الاني ميكر. اتمنى ان كلكم الحين تكونون معاي وانكم يعني مش متاخرين عني، على اساس انه ابي اشوف ابداعاتكم، وايد صراحه متحمسه اني اشوف شو بتسوون. اوكي، طبعا الحين انا قلت لكم هذا البرنامج فيه له خواص عده، نحن اليوم بنركز على الكرتون. فمثل ما تشوفون وين مكتوب الكرتون، تضغطون على الكرتون وبعدين تضغطون هنا وين الكرييت ا بلانك بروجكت. بتقولين لي اوكي هذه الاشياء شنو؟ هذه الاشياء هي تمبلت جاهز، يعني عروض وفيديوهات جاهزه تقدرون تستخدمونها مستقبلا. بالعكس شيء حلو، وممكن يسيب لكم الوقت انه يكون اذا ما عندكم وقت لانشاء عرض او فيديو كنتم مضغوطين او شيء. لكن انا دائما احفز ان الانسان يصنع شيء مبدع بنفسه، فنحن اليوم بنشتغل على تامبلت يكون لنا نحن. فبتضغطون على هني، بعد ما تضغطون هني بتختارون الفيديو سايز. انا افضل هذا السايز، لكن على حسب، اذا كان العرض مثلا انتم مقيدين بحجم معين تقدرون تستخدمون اي سايز ثاني. اليوم بنستخدم هذا السايز. الحين بيطلع لكم هذا المسج. هذا المسج باختصار معناه هل تبون ناخذكم بجوله في البرنامج هذا؟ فلاني انا باخذكم ان شاء الله اليوم بجوله، فبنقول سكيب تاور، تضغطون سكيب تاور. قبل ما ننتقل للمكونات الرئيسيه للبرنامج، استاذه امل فيها في اسئله؟ هل في حد متاخر او شيء على اساس ان ننتقل؟ الاكثر كانوا يسالون اذا كانوا يقدرون يستخدمون حسابهم في جوجل. طبعا في واحده من الطالبات جزاها الله خير قالت ان هي دخلت لانها عندها حساب في جوجل، فسهل عليها الموضوع كامل. فنعم الطلبة ممكن يدخلون عن طريق حسابهم. وباقي هاي هي الأسئلة يعني الدارجة أكثر شيء، والباقي من تعليقات عن في شو ممكن يستخدمون البرنامج. طبعا ما شاء الله عليهم روحهم يجاوبون هالأشياء ما شاء الله. هل تذكرين لنا أستاذة أمل شو الأشياء اللي اقترحوها في شو يستخدمون البرنامج؟ نعم، قالوا ممكن نستخدمه في إنتاج فيديوهات تعليمية وتوعوية عن التنمر وأنواعه. هذا كان من عند ميرة، مشكورة يا ميرة. فاطمة قالت ممكن نسوي عروض للمشاريع المدرسية. علي قال أقدر أكتب قصة والبرنامج، من خلال البرنامج ممكن يسويها فيلم. صح، جميل جدا. شكرا يا علي، فكرة جدا جميلة. جنى قالت فيديوهات جميلة، أفكر باستخدام هذا التطبيق المشاريع المدرسية وخاصة التوعوية. بارك الله فيك يا جنى. في ما ذكر الاسم قال ممكن نستخدمه في عمل فيديوهات لأعمالنا أو ننزل فيديوهات للمطاعم مثلا. حليمة قالت ممكن نسوي فيديو تعريفي عن فوائد التعلم عن بعد. بارك الله فيك يا حليمة. هاي هي أكثر التعليقات والمشاركات. يعني. شكرا شكرا أستاذة أمل. طبعا الحين بننتقل للمكونات الرئيسية للبرنامج. طبعا البرنامج جدا سهل ومش معقد، يعني أبدا سهل الاستخدام، فأي حد يقدر يستخدمه، مش لازم حد متخصص. الأشياء الرئيسية في البرنامج هذا، هنا عندنا مساحة العمل، في كل برنامج تكون في مساحة عمل. هنا عندنا المشاهد اللي هو كل سلايد نقدر نقول نضيفه. هنا عندنا المخطط الزمني. هنا عندنا المكتبة. المكتبة هي اللي تحوي الكاركترز اللي هي الشخصيات، تحوي الخط، الشيبس، الأشكال، الخلفيات الثانية متنوعة. عندكم فيديو ممكن تضيفونه داخل العرض، أصوات تضيفونها. طبعا خاصية الصوت هي أكثر خاصية ممكن تكون متميزة بجانب الشخصيات.
ففي البداية أول شيء نبي نتعلم نحن كيف نغير لون الخلفية هذه. أول شيء أول خطوة تسوونها وأتمنى كلكم تكونوا معاي أنكم تضغطون في المنتصف في مساحة العمل، تضغطون بالماوس في المنتصف. أول ما تضغطون بالماوس في المنتصف تطلع لكم هذه العلامة في الأسفل، علامة القلم. في الأسفل تجدون علامة القلم. لما تضغطون على علامة القلم يطلع لكم الألوان المتوفرة. الجميل أيضا من هذه الألوان إذا أنتم حابين لون مشتق أو مشتقات اللون نفسه تقدرون تضغطون بعد ما تختارون اللون نفسه تضغطون على هذا المربع اللي فيه ألوان متعددة وتطلع لكم مشتقات اللون وتختارون اللون اللي تبونه من نفس مشتقاته. طبعا ظاهر لكم تحت أول ما تضغطون بتطلع لكم مشتقات اللون نفسه. فنحن بعد ما اخترنا اللون أتمنى كلكم اخترتوا اللون الحين لأنه جدا بسيط عملية اختيار اللون. بعد ما نختار اللون عندنا هني نختار الكاركتر. الشخصية جدا جدا سهلة نحن نختارها، فقط نضغط من الشريط اللي على اليسار بتلاحظون في شكل إنسان، تضغطون عليه وتختارون أي شخصية. في شخصيات بتحصلون عليها نجمة باللون الأخضر، هذا معناته أن هذا بمبلغ مادي، فنحن ما نبغى نستخدم الأشياء، بنستخدم الأشياء المجانية الفري. فتختارون أي شخصية حابينها. طبعا أنا اخترت هذه الشخصية، اخترت هذه الشخصية. تقدرون تحركونها بس تضغطون عليها وتحركونها وين ما تبون، نفس أي شكل تبون تحركونه في الباوربوينت، برنامج الباوربوينت تمسكونه وتحركونه بهذه البساطة. طبعا هني بتشوفون في علامة الزائد والناقص، هذه العلامة تحدد لكم كم المدة الزمنية اللي نحن حابين هذه الشخصية تكون موجودة فيها في هذا المشهد أو في هذا السلايد. فإذا ضغطوا زائد تزيدونه، إذا ضغطوا ناقص تنقصون. حاليا خلوا مثل ما هو على أساس إن نحن بس نتعلم، بعدين نحن نقدر ننقص ونزيد بناء على شو بنحب أو شو بنخلي الشخصية إذا نقول تتكلم نبيها أو إلى آخره. بعد ما حطينا الشخصية شفتوني أنا حركت شخصيتي، طبعا أنتوا لا تسوون نفسي أنا بالضبط، أنا أباكم تبدعون، يعني تقدرون تغيرون في الشخصية في الألوان حتى في المحتوى. طبعا الحين أنا حطيت الشخصية وأبا أني أكتب كلام. الكلام بتحصلون في الشريط اللي على اليسار حرف التي، طبعا حرف التي تضغطون عليه تطلع لكم أشكال جاهزة، النجوم بمبلغ مادي نبتعد عنه. تقدرون تستخدمون هذه الأشياء وتقدرون تستخدمون يعني سب تايتل عادي، يعني يكون خط عادي تستخدمون أي واحد فيه بناء على الحجم اللي تبونه وتكتبونه. بعد ما استخدمته أنا استخدمت هذا اللي تشوفونه على اليسار وكتبت العنوان اللي هو أو السؤال، يعني هو أكثر الفيديو هذا كإعلاني، يعني أنا بأعلن عن شيء لكن أنتم تقدرون تستخدمونه في وايد أشياء، في إعلان مثل ما قلتوا في مشاريع المدرسة، في عرض أنا سويته وأبى أعرض نتائج التقرير اللي أنا سويته على المعلمة، أو حتى في فيديو يكون، أو مثل ما قال علي أن نقدر نستخدمه في فيديوهات تكون مثل أفلام، فيلم قصير توعوي وما إلى ذلك. فبعد ما أنا استخدمت أضغط هني عادي وأكتب، يعني بمجرد ما تضغطون وتمسحون الكلام اللي هم كاتبينه وتكتبون، جدا سهل الطريقة. عندكم على جهة اليمين هني أنا أقدر ألعب بشو بالخط، يعني أو أني أستخدم لون خط ثاني فهني، أو أكبر أو أزيد من الخط. فهني هذه الخانة هي مخصصة في لشو، بعد ما اخترت الخط تطلع لي خانة على اليمين اني انا اقدر اغير الخط او اعدل عليه. انزين هني اباكم تركزون لان هني بدينا بالاشياء الحلوة. فالشخصية هذه انا كيف اقدر احركها؟ بمجرد ما انا اضغط على الشخصية يطلع لي على اليمين actions، بيطلع لي تضغطون مرتين عليها يطلع لكم actions او expression، فأنتوا بتختارون الأكشنز وبتختارون أي فعل تبون الشخصية نفسها
تقوم بها، أو تقدرون تكتبون في السيرج مثلاً تبون الشخصية crying مثلاً الصيح أو standing أو يعني هو بالإنجليش لازم. فبعدين بعد ما تضغطون على المرتين على الشخصية يطلع لكم الأكشنز، سكرول داون انزلوا تحت واختاروا الشخصية المناسبة. أنا اخترت هذه الشخصية standing and talking لأن أباها تبين للناس اللي يشوفون إن هي قاعدة تتكلم. بعد هذا عندكم الإكسبرشن. شو هو الإكسبرشن؟ يعني أنا الحين عدلت وقفتها وحبيت إنها تكون واقفة بطريقة معينة. أنا أبيها تكون حزينة ولا سعيدة ولا متحمسة؟ لا، يعني ما يستوي إن أنا مثلاً أكتب أنا أعاني من شيء حزين وهي تضحك، فلازم أنا تكون ملامح الوجه مناسبة للكلام المكتوب وللفعل نفسه. بس أبا أعرف هل أنتوا قمتوا بهاي الخطوة إذا تكتبون على الشات أساس أني أعرف إذا واجهتوا مشكلة ولا لا، لأن هذا شيء رئيسي جداً ومهم في خطوة مهمة جداً في الأنيميكر. أستاذة أمل دبت خبرينا. إذا ممكن طلبة تكتبون على الشات لنا. هل ننتظر ردكم؟ هل بدينا في هالخطوة؟ سند يقول نعم. ممتاز، يعني كلكم وصلتوا للأكشنز والإكسبرشن. حليمة بعد تقول نعم وصلنا إلى نفس الخطوة. حلو جميل. خلاص عيالي نكمل. شكرا استاذ امر، يعطيك العافيه. اذا بنكمل الحين. نحن خلصنا اول سلايد، اول مشهد. ابي اضيف مشهد ثاني ببساطه. هني وين علامه الزائد انا اضغط زائد. طبعا انتم الحين اذا تبون تنتقلون، انتم الحين هاي الاشكال طلعت لكم، اضغطوا هني في المساحه الفاضيه هني اساس ان شو يطلع لكم السنس نفسه المشهد أول ما دخلتوا البرنامج كيف كانت المشاهد على اليمين. فبتضغطون أضف مشهد، بعد ما تضغطون أضف مشهد بتنضاف لكم يعني صفحة ثانية فيه من نفس اللون اللي اخترتوه قبل. فالحين مثلا نحن نبي نغير، أبي أضيف خلفية مثلا خلفية مكتب. أنا أباها الكاركتر نفسه يكون في مكتب حاليا. وين أروح؟ تشوفون الخانة اللي على اليسار في البي جي اللي هو الباك جراوندز. تضغطون على الباك جراوندز وتكتبون في السيرج باك جراوندز الشيء اللي أنتم تبونه. يعني هي أنا كتبت أوفيس. أول ما كتبت أوفيس طلعت لي مكاتب مختلفة في نفسها مثل ما قلنا اللي نجمة نبتعد عنها بمبلغ مالي. اخترت ما حصلت شيء جدا مناسب. بهالحالة أنا شو أسوي؟ كل شيء في الانيميكر ممكن يستوي. فاول شيء كتبت اوفيس، اخترت الخلفيه هذه. بعدين بعد ما اخترت هذه الخلفيه نبي نختار شكل طاوله. فنختار من الشريط اللي على اليسار عندكم هني اد شيب، اضف شكل. فلما نحن نختار اد شيب اللي هو اضف شكل على اليسار بتطلع لنا اشكال متعدده. فمثلا نكتب اوفيس، ارجع بالخطوات بطيء اساس ان ما حد يكون متلخبط. اول شيء نختار الباك جراوندز، كتبنا الاوفيس، طلع لنا الشيء يعني مش جدا اللي نحن نبيه. مو بمشكله، هاي خلفيه مناسبه حق الاوفيس بس ناقصنا طاوله. مو بمشكله، نصير الشيبس نكتب شو؟ نكتب اوفيس. انزين، فلما كتبنا اوفيس او تيبل او اي شيء يوحي على الطاوله طلعت لي هذه الطاوله. وفي حركه اخرى او خاصيه اخرى ممكن نحن نقوم بها، ممكن نحصل فيها التيبل جدا حلوه وسهله. ندخل على اول شيء نسوي انسرت للشكل الكاركتر الشخصيه، نختار من خانه الشخصيه مره اخرى الشخصيه اللي نحن نبيها. انا اخترت نفس الشخصيه. لما اخترت الشخصية في الأكشنز نفسه في الفعل اللي أنا أبا الشخصية هذه تقوم فيها، بنشوف إنهم
خلوا الشخصية على مكتب. ممكن أنا من الأكشنز أو الفعل يكون في أشياء أحتاجها مثل كتب، مكتب وغيره. وأيضا أقدر أكتب في السيرج إذا حبيت، بس ممكن تنزلون على تحت وتختارون الشخصية. فهني أنا فضلت إني أختار الشخصية نفسها تكون قاعدة على المكتب. هني أيضا انتبهوا، وهذا شيء مهم جدا، لما أنتم تختارون الشخصية هي تطلع في اتجاه وفقا لمسجلينه في أنيميكر، يعني هم كأنيميكر وين موجهين الشخصية تطلع لكم. فيمكن أنتم مش حابين أنها تكون في الاتجاه الآخر، لو تلاحظون هني اتجاه اليمين، لكن هني صارت في اتجاه اليسار. شلون تشوفون هني لما تضغطون على الشخصية يطلع لكم مربع، هذا المربع مقسوم نصين، تضغطون عليه، أول ما تضغطون عليه يتغير اتجاه الكاركتر نفسه أو الشخصية للاتجاه الآخر. طبعاً بالنسبة لي إني أنا الحين، أيضاً هاي الخطوة جداً مهمة، لو تركزون فيها هي جداً بسيطة. أنا الحين أبي أحرك الشخصية الثانية، اخترت شخصية ثانية وأبيها تتحرك وتروح باتجاه الأخصائي الاجتماعي أو المعلم. فكيف أنا أخليه يتحرك؟ لما تضغطون على الشخصية في شخصية إنسان وفي شخصية إنسان زائد، شو الفرق بينهم؟ إذا أنا أبي الشخصية نفسها تسوي تصرف واحد بختار شخص واحد، إذا حبيت أنها تسوي تصرفين بختار التصرف مع الزائد. طبعاً إذا هذا اختفى عنكم وضغطتوا مرتين على الشخصية وما ظهر لكم الفعل، تقدرون تضغطون هنا بتطلع لكم هاي الشاشة مرة ثانية. فالحين أنا أبيها تتحرك وتمشي للمرشد الأكاديمي، ولما توصل للمرشد الأكاديمي أبيها تسوي تصرف ثاني اللي هو تبتسم، يعني الأخصائي أو المرشد الأكاديمي أعطاه حل مشكلته فهو مستانس وفرحان. فأنا اخترت هني الزائد، بعد ما اخترت الزائد تطلع لي هني الشاشة. لما نروح على اليمين إذا ضغط على القلم هذا بقدر هني أغير شو التصرف الأول، يعني أصلاً أنا ما اخترت للحين التصرف الأول، بس ضغط على الزائد هني أضغط، بعد ما أضغط هني يطلع لي الفعل اللي لازم أختاره. فأنا اخترت ووكينج، أنا أباها تمشي لهذا الاتجاه، لكن لما أختار ووكينج هي بتمشي في مكانها، ما بتوصل للمرشد لأن أنا فقط اخترت فعل، ما اخترت هي لوين تمشي. فبعدين بعد ما أنا اخترت الفعل أضغط هذه الصحة الخضراء على الشخصية نفسها، يطلع لي يعني على أساس أني أسوي approved أو أنا أوكي أبا هذا الفعل، أضغط صح. بعد ما أضغط صح أنا أبي الشخصية هذه تتحرك في اتجاه معين. أوكي، فنحن أول شيء أبى أراويكم كيف تتحرك الشخصية. أنا اخترت الحين أن هي تمشي بهذا الاتجاه، لكن لوين تمشي؟ نضغط على السمارت موف. لما نضغط على السمارت موف يطلع لنا خط من هني، فأنا أسحب الشخصية وأحركها للمدى اللي أنا أباها تتحرك وتوقف عنده. فطبعاً هاي الحركة ممكن نسويها الحين وممكن نسويها قبل، ممكن نتريا نشوف الأكشن الثاني أول، بعد ما اخترنا الشخصية الأولى وضغطنا أخضر، بعدين هني نضغط على أساس أن نزيد من الأكشن، نبيها تسوي تصرف ثاني. بعد ما نضغط ندق نفس الطريقة اللي قلت لكم إياها على القلم، بعد ما نضغط على القلم نختار التصرف الثاني اللي إحنا نبيها تسويه، أنها تبتسم أو غيره. وبعدين نقدر نسوي اللي هو السمارت موف، أن نضغط عليه على أول تصرف ونختار أن نبيها تتحرك للمرشد الأكاديمي المهني. مثل ما راويتكم أول ما تضغطون يطلع لكم خط، أنتم تسحبون الشخصية وتحركونها لجدام، تسحبونها بالماوس فقط. طبعا هني بيطلع لكم هو أوتوماتيكلي أو بشكل إرادي يطلع لكم اللي هو left to right، أنها تتحرك من اليسار لليمين. تقدرون تغيرون حركة الشخصية، تقدرون تختارون أي شيء تبدعون. طبعاً بعد ما اخترنا هذا بعد ما اخترنا أنها تمشي لخطوة معينة، إذا نحن حابين نغير الملامح نقدر أيضاً هنا نغير الملامح مثل ما علمتكم قبل في الإكسبريشن.
طبعاً نيجي لموضوع الحين الصوت. هذه الخطوة أيضاً جداً جميلة. هل في أي سؤال قبل ما ننتقل للصوت أستاذ أمل؟ في بعض الطلبة يستفسرون إنه إذا كنا ممكن نعيد بعض الخطوات، لكن إن شاء الله في نهاية الورشة راح نعيد الفيديو بشكل مبسط بإذن الله تعالى. إن شاء الله إذا كان في وقت، بالعكس ممكن ناخذكم في جولة في البرنامج نفسه. طبعاً أساس لكم أنتوا تختارون الصوت، تختارون تضغطون على الشخصية وتختارون الميكروفون. بعد ما تختارون الميكروفون يطلع لكم على اليمين ثلاث options، ثلاث خيارات. شو هي هذه الخيارات؟ الخيار الأول اللي على اليمين هو حمل تسجيل صوتي من جهازك، يعني أنت عندك تسجيل معين في جهازك شو ما كان الصوت تقدر أنك تحمله على الشخصية. على شو الشخصية؟ مش على السلايد نفسه، لا الشخصية. اللي في النص اللي هو text to speech هو من الأشياء الجدا مميزة الصراحة، اللي هو تكتب أي كلام تضغط عليه وتكتب أي كلام بالكيبورد حاب أنك أنت الشخصية نفسها تقولها، لكن مش بصوتك، بصوت أشخاص معينين هم في البرنامج محملين أصواتهم، فيطلع لك تطلع العرض أو الفيديو بطريقة جدا مرتبة وجدا بشكل مميز. في هني الخاصية بالعربي وفي بالإنجليزي، لكن بالعربي للآن أتوقع هم ما سووا له ببلش بشكل كامل، فحاليا بس نستخدم الإنجليزي. ريكورد فويس هو أنك أنت تسجل صوتك بشكل بسيط جدا حلو، حتى في العروض تقدرون تسجلون أصواتكم كلكم وتركبونها على هاي الشخصية، فقط ريكورد فويس شيء سهل. طبعاً الحين أنا أبى أراويكم اللي في النص، أباكم تضغطون على اللي في النص وتجربونه معاي، لأن اللي في النص هو أكثر شيء ممكن تستفيدون منه، لكن الباقي الخاصيات أيضاً مفيدة. لما تضغطون في النص تطلع لكم هذه الشاشة، هني أنتوا تكتبون شو تبون الشخصية تقول، تختارون هل تبونها فيميل ولا ميل، هل على حسب الشخصية. إذا أنت اخترت شخصية أو كاركتر بنت تختار فيميل، إذا ولد تختار ميل. هني اللانجوج في مثل ما قلت لكم في باللغة العربية، لكن لما تسوون، لأن بعد ما أنتوا تكتبون الكلام هذا كله لازم أول شيء تجربون تدقون بلاي تسمعونه هل هو مناسب أوكي، بعدين تضغطون على هني على أساس أنه يركب الصوت على الشخصية. فإذا سويته باللغة العربية غالبا ما يستوي حاليا، ممكن هو في البرنامج حاليا لأنه شيء جديد، يعني قبل بس كان إنجليش، فبالعكس أتوقع أن على قدام بتكون خاصية مفعلة بشكل أفضل. الحلو أيضا أنه في كذا صوت، يعني للفيميل في كذا صوت وللميل في كذا صوت، تقدرون تختارون الشيء المناسب لكم. طبعا هني إذا حسيتوا أن الشخصية تتكلم بسرعة ممكن تضغطون على هذه النقطة تقولون بريك، يعني بريك، تحددون مثلا شوي بين كل كلمة والكلمة يكون في بريك أو يكون في بريث تنفس، أساس أنه يكون مور يعني أكثر ناتشورال أكثر طبيعي. فهني الكلام ينكتب، هني نحن نختار الخاصيات الوقت إنزين. طبعا هني نحن كنا كاتبين بالعربي نجرب، ويصير تكتب طبعا حاليا اكتبوا بالانجلش واختاروا انجلش وبناء على الشخصية اللي اخترتوها، واسمعوا بشكل سريع وسووا له تطبيق. طبعا من الاشياء ايضا المميزة في هذا البرنامج ان نحن كيف نقدر نحط خلفية صوت على العرض وليس على الكاركتر. يعني أنا أبى لما الشخصية أو العرض طالع لي أبى يكون خلفية صوت تعطي جمالية للعرض أو الفيديو. بكل بساطة نطلع من المكان اللي كنا فيه، ندخل وين؟ على هذا الآيكون اللي هو بشكل الموسيقى. أول ما نضغط عليه تطلع لنا أشياء منوعة جدا، اسمه حطوا بس الماوس عليه بدون ما انكم تضغطون، على اساس انكم بس تسمعون، ولما يعيبكم شيء تضغطون عليه.
اللي فيه نجمة مثل ما قلنا قبل هو بمبلغ مالي فنبتعد عنه في الوقت الحالي. تضغطون على الأشياء الأخرى تشوفون شيء مناسب. طبعا بعد ما تضغطون عليه بيطلع لكم في الأسفل الصوت نفسه، تقدرون تزيدون وتنقصون من حدة الصوت، يعني هل تبون صوت الخلفية عالي جدا ولا حابين يكون بصوت خفيف جدا. طبعا أنا الحين بحط لكم رابط البادلت اللي أنا أباكم وتحطون في مشاركاتكم. عندنا وقت بسيط ممكن أخذكم لفة سريعة في البرنامج، بس في الوقت الحالي بحط لكم رابط البادلت اللي طالع لكم، أو تقدرون على أساس أنكم تقدرون تحطون إبداعاتكم اللي سويتوها، حتى لو أشياء بسيطة مش مشكلة. حطيت لكم الرابط. فهني بتطلع الحلو ان الكل بيقدر يشوف شغلكم. انا بدخل على برنامج الانيميكر بشكل سريع جدا، بس على اساس اني اقدر اراويكم اللي حاب يشوف مثل ما يقولون لايف. ان شاء الله بس ما اتوقع لان كلكم داخلين فما شاء الله الضغط على البرنامج بطيء. اوكي انا دخلني دايركت لان عندي حساب. تبون نسوي شيء جديد مع بعض؟ يلا طبعا هذه الشاشة مثل ما قلنا، أنا بسوي شيء على السريع مثلا، أضغط في النص. أول ما أضغط على في النص طلع لي، ما طلع لي القلم، طلع لي علامة زائد. طبعا كل كمبيوتر يختلف عن الثاني، أنا حبيت أحط لكم اللي أكثر شيء دارج. بختار مثلا لون البنفسجي، حبيت يكون تدرجات أخرى مثلا أختار هاي الدرجة. ممكن أختار شخصية ولد هذه المرة على أساس ما تقولون بس تحط لنا بنات، فاخترنا شخصية ولد. أبيه يتحرك بس حركة واحدة مثلا، بضغط على هذا اللي هو الأكشن. إذا ما ظهر هني أضغط على الأكشن هني مثلا، بخليه يصيح. أبى أضيف خط من على اليسار، أضغط هني نشوف شو التامبلتس اللي بيطلع لنا. بختار مثلا من التامبلتس اللي فوق، نغير مثلا do you feel sad about your problem مثلا. غيرنا هالمرة كتبنا بالانجليش. فمثلا الحين انا ضغطت هني رجع على السنس، ابغى اغير على الخط عادي نضغط بشكل بسيط هني. ممكن اغير اللون اذا حابين تغيرون اللون الخط. اوكي فمثلا بعد ما حطيت الخط ابغى ابدا من البداية احط ميوزك، بس مجرد ما اضغط طلع عندكم الصوت صحيح، مجرد ما تضغطون في وايد اصوات. فمثلا انا ضغط على هذا، بعدين تضغطون من الاسفل تشوفون وين علامة الميوزك، تضغطون من الاسفل. اول ما تضغطون عليه من الاسفل تشوفون وين هذا المايك، المايك هذا الفوليوم. هاي الخطوة جدا مهمة، لان اذا كان صوت الميوزك او صوت الموسيقى عالي جدا ما راح ينسمع الصوت اللي بتركبونه، او اذا انتم سجلتوا صوتكم على الشخصيات بيكون صوت الميوزك او الموسيقى طاغي على صوت على الصوت الكلام. فهني يعني ما بتحصلون تقييم جيد جدا في العرض لانه ما بيكون الصوت واضح. فانتم تضغطون على الفوليوم تنكسون، يعني انا ابى الصوت يطلع جدا بسيط ما ابى الصوت يكون عالي. فالحين لو جربنا شوفوا كيف الصوت جدا هادي بسيط مش عالي ومزعج.
مثل ما قلنا هني نحن نقدر نضغط وننقص على الشخصية نفسها إذا نحن حابين إنها بقائها، نضغط على الشخصية مرة ثانية ندق ناقص ناقص، نحدد نباها كم من تكون موجودة في هاي الخلفية. أشوف الوقت، نقدر نسوي سلايد ثاني مثلا، نختار أبي أسوي مثلا إن هذا الطفل أو هذا الولد رايح وين مثلا. مثلا نقدر نقول سبورت، بما أن اليوم خذته عن السبورت، نشوف مثلا نحط ملعب. زين، بعد ما نحط الملعب ممكن نضيف مثلا شيء يكون له علاقة، يعني do you feel sad about your problem، أنت حزين بالنسبة لمشكلتك. مثل ما أستاذ عدنان تكلم أن الرياضة تخفف من الحزن والسترس وكل شيء، فحلو أنه مثلا أوكي نقدر نضيف هني أنه يمكنك الذهاب ممارسة الرياضة. فكرة تحطون كذا فكرة، يعني الفكرة الأولى ممارسة الرياضة ممكن أن يخفف من الحزن الذي تشعر به، تحطون عقب فكرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ومثل ما قلت لكم هني الأشكال اللي ممكن تستخدمونها، أي شيء ما حصلته اكتبوه في السيرج، لأن هي المكتبة وايد كبيرة. من الخواص أيضا أن ممكن في فيديوهات جاهزة هني ممكن تضيفونها خلال الفيديو، يعني أنا ضفت هني أبى أضيف هذا الشيء مثلا، فالحين بيبدأ لو تشوفون أول شيء بيبدأ هني وبيكتمل الفيديو فيه. هني طبعا أنا قللته مثل ما علمتكم كيف تقللون هني أنا ما قللته فبيكون أطول. هني الفيديو نفسه تسوون له يعني يدخل فيه المحتوى اللي سويته، فيديو شغال وطبيعي ونفس ما اللي نحن اخترناه. ممكن أيضا تختارون فيديوهات لها علاقة وصلة أكثر باللي الموضوع اللي أنتوا اخترتوه. طبعا الحين عندنا، طبعا الحين بس بعلمكم آخر خطوة اللي هو كيف تسوون ببلش للفيديو. تضغطون على الببلش وداونلود فيديو، وبعدين تختارون تخلون هاي الأشياء مثل ما هي، بس إذا تحبين تغيرون اسم الفيديو وتضغطون على داونلود. ولازم تنتظرون شوية لأنه بيطلع لكم الفيديو، تنتظروا لين يخلص وبيطلع لكم. بعد ما يطلع لكم بتكون في هني خاصية أنكم تحملونه على الكمبيوتر الخاص بكم، وممكن أيضا ترسلونه على إيميلكم. في كذا يعني طريقة أن الفيديو يوصلكم، ممكن ترسلونه على الإيميل، بس هذه أمن واحدة أنكم تسوون داونلود. بعد ما يخلص هني في داونلود يطلع لكم، تضغطون على الداونلود وتروحون الديسكتوب مالكم تشوفون وين الملفات الداونلودز وتاخذون الفيديو. الحين نبغى نشوف على السريع ابداعاتكم الحلوه. نشوف صفيه مسويه فيديو وحاطه تعليق جميل، نفسها هي جميله. حابين براويكم فيديو واحد فقط عشان الوقت. وايد حلو وجميل ومستخدمة الحركة والأصوات والشخصيات جدا حلو. أشكرك يا صفية. طبعا احنا هذه الصفحة بنخليها مفتوحة، الرابط ممكن تشلونه عندكم على أساس أن توصلنا أشغالكم حتى بعدين، يعني اللي الحين خذ فكرة ومحتاج وقت أطول لحد ما يتعلم عليه ممكن أنتوا تسوونه بعدين وتطرشون لنا إياه هني في نفس. طبعا تعرفون البادلت، تضغطون هني على الزائد وتحملون لنا الملف من هني أبلود، وتطلعون وين الملف في سطح المكتب عندكم وتسوون له ببلش، وبتوصلنا كل مشاركاتكم. الحين أنا بخلي وقت حق الأسئلة والاستفسارات أساس أن بعد شوي نطرش لكم رابط التقييم. أستاذ أمل في أسئلة من بعد إذنك؟ نعم، في استفسار من علي يقول ممكن ترسلون العرض التوضيحي للبرنامج؟ جدا سؤال رائع، يعني نحن أصلا العرض هذا
هيئناه على أساس يكون إنه بعدين أنتوا ترجعون له وتستفيدون منه، فبشوف كيف الطريقة اللي ممكن نرسل لكم فيها هذا العرض، وإن شاء الله فالكم طيب. بعد عنا زينة، لا في عنا بدون اسم يبغون يعرفون شو الخطوة اللي طلعتي فيها الطاولة، فهذا من خلال العرض التوضيحي اللي بيطرش لهم إن شاء الله يقدرون يرجعون له. إن شاء الله. طيب في عنا دانا أرسلت فيديو كانت تسأل تقول إذا في مجال إن إحنا نشوف الفيديو ماله. نحن الورشة خلصت 12:30، بس بنعطيك أشوف نشوف الفيديو على السريع يلا، وبعدين نكمل أسئلة. Is our home. We should take care of it to enjoy living on it. ما شاء الله دانا بعد مستخدمة خاصيات متعددة، فيعطيك العافية. بعد إذنك أستاذة أمل إذا ممكن بس على السريع، أتوقع إنه ما بيكون في وقت، بس أنا بأرجع للطالبة اللي سألت عن الشيب أرويها على السريع على أساس هني الشيبس، ما أدري إذا ظاهر عندك. نختار طبعا من هذه الخاصية اللي هي اللي وين في صورة القهوة، تضغطين عليها وتكتبين الأوفيس أو تيبل وتطلع لك، ونقدر أيضا من الشخصية نفسها نضغط على الأكشنز وندور الشخصية وهي في المكتب. في أسئلة ثانية أستاذة أمل؟ حليمة تسأل تقول هل ممكن معلمتي أن أرسل تصميمي لاحقا؟ طبعا بالعكس، نحن تأكدوا أن بنشوف الفيديوهات هذه بإذن الله متى ما الوقت يسعفنا. طبعا هني مثل ما تشوفون تقدرون تسوون داونلود هني، أو تطرشونه حق إيميلكم، أو تنشرونه في السوشيال ميديا عندكم، في كثير من الخاصيات يستوي التعديل طبعا بعد عليه. في أي استفسارات ثانية أستاذ أمل؟ الطلبة يسألون إذا في مجال نحن نبعث لهم الفيديو التوضيحي، وقلنا إن شاء الله راح نبعث لكم إياه بإذن الله تعالى. وسند يسأل إلى أي وقت الفيديو بيتم مفتوح؟ أي فيديو بالضبط؟ اللي هو الرابط علشان يرسلون مشاركات. الرابط بيكون مفتوح بإذن الله، ما بيتم إغلاقه، على أساس إن إحنا نشوف مشاركاتكم المتميزة. وبالنسبة للمصادر طبعا دائما لما نسوي أي شغل لازم نذكر المصادر اللي أخذناها. أنا حاطة المصدر اللي هو وين نحن تعلمنا كل هالخطوات اللي حطيتها لكم. الحين بحط لكم رابط تقييم الورشة لأنه باقي 6 دقائق على الانتهاء. ذياب عنده تعليق جدا جميل، شكرا لأننا تعلمنا شيئا جديدا قد يكون مفيدا للمشاريع المستقبلية. شكرا يا ذياب. شكرا يا ذياب ويعطيكم العافية. إذا أنتم لكم رغبة بالعكس هذا الشيء جدا جميل، يعني في ناس ما تحب تتعلم وفي ناس مثلكم، أنتم كلكم اللي حضرتوا أكيد لكم رغبة في التعلم والإبداع، وفخورين بوجودكم صراحة معنا. طبعا بقى 6 دقائق على الانتهاء إذا حد عنده سؤال، أو هذا الوقت نكتفي فيه في أنكم تقيمون الورشة. حطيت لكم الرابط الورشة على أساس أنه لما ينتهي هذا الاجتماع أو الورشة بتروح عنكم كل الأشياء، فبعدين ما بتقدرون تدخلون على الرابط. فبس إذا نستغل الوقت هذا، وخلال ما أنتم تعبون هذا الرابط أنا بحب أراويكم الفيديو اللي سويته جنى. خلنا نشوف إبداعاتكم الحلوة. Hey. Please smile.
فيديو بسيط ويحمل مثل ما نقول رسالة إيجابية. جدا جميل، تسلمين يا جنى. أستاذ أمل، هل في أي استفسارات أخرى؟ لا، بس مثل ما قلنا أن الطلبة يبغون الفيديو التوضيحي، ظهر أن عيبهم البرنامج وايد ويبغون يبتدون يسوون يشتغلون عليه، فإن شاء الله راح نطرش لكم يا حليمة. شكرا يا حليمة، تقول شكرا على العرض المفيد، استفدت كثير وسأرسل تصميمي لاحقا. إن شاء الله. وفي احتمال كبير أن نحن نضيف العرض التقديمي هني في البادلت، فخلوكم يعني ادخلوا في حال أن لقينا هذه الطريقة كانت أنسب شيء، فبنضيف لكم العرض التقديمي في هذه الصفحة البادلت، فادخلوا إن شاء الله بتحصلون اليوم إذا ما قدرنا نطرش لكم إياه على البريد الإلكتروني. هذه الصفحة أتوقع الكل الحين عند الرابط، أحط لكم إياه مرة ثانية على أساس أنكم تدخلون بعدين، ونحط لكم الرابط الخاص ب الرابط الخاص بالعرض التقديمي، فعلى أساس أنكم تحملونه بسهولة جدا وتحتفظون فيه. يعطيكم العافية، جدا كنت سعيدة اليوم في إعطائكم هذه الورشة، وأتمنى جدا أنكم استفدتوا، وحابة جدا أشوف إبداعاتكم في المستقبل، ونشوف الدرجات الحلوة على العروض والفيديوهات اللي بتطلع منكم، وأنا متأكدة أنكم بتسوون أشياء أفضل من اللي أنا قدمتها وبتبدعون أكثر. فيعطيكم العافية، نحن ما بنخلص هذا يعني 12 ونص إن شاء الله بنطلع من هذا الاجتماع، بس عشان نعطيكم مجال تخلصون التقييم. يعطيكم العافية.